انت عارف كل حاجه. طيب نرجع نتكلم بس الزمالك بتاعنا ده بقى الزبولي. نتكلم النهارده على نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده اول مباراه للكابتن خالد جلال واول مباراه للكابتن على نبيل. كابتن على نبيل عمل حاجه انتحاريه النهارده. قعد 9 لعيبه من لعبه الماتش اللي فات ولعب بناشئين، هو كان ماسك قطاع الناشئين، لعب بثلاث ناشئين وطلع بقى دكتور الجبرين وطلع محمد ناجي جده وطلع يعني بص طلع تقريبا لعيبه كلها لعيبه الكبار كلهم تقريبا، وحتى حسن شاهين اللي تألق حارس المرمى لعب ماتش واحد في الدوري من ضمن 33 اسبوع لعب ماتش. فاهم قصدي؟ وده تاني ماتش ليه وكان النهارده هايل. فكانه علاء نبيل بيقول ايه للمجلس اداره؟ لا سيبوني حتى لو اتغلبت من الزمالك، سيبوني انا عايز ايه اهتم بالناشئين اكتر، اكبر الناشئين اكتر. ده كانت رؤيتي لعلاء نبيل النهارده، ان هو مش مهتم بالنتيجه وان الزمالك ممكن يكسب. نزل الزمالك يا كابتن بسم الله ما شاء الله، يعني عامل ماتش مش وحش وفي نص الملعب وبيضغط وراح 5 6 7 انفرادات وحاجه كسونجو كابونجو، يعني كنت هكسر التلفزيون عليه من كتر يا ابني انت ايه يا ابني انت راس حربه الزمالك ده ولا ايه ده؟ حد ده عليك، حد ده عليك ايه زي ما يكون حد ساحر له حد عامل له حد بقى. انا ابتديت اصدق رئيس نادي الزمالك على موضوع كاسونجو ده، الكره اوف سايد تاك جون جيت له اسهل منها 3 مرات مش عارف يجيبها جون. والشوط الثاني برده ضيعه الزمالك برده، حتى هو كسبان الاتحاد السكندري يا كابتن مضيع وكره دبل كيك لباسم مرسي وما اعرفش ايه الثانيه اللي كانت في الخط وما اعرفش النهارده طارق حامد بيحط كره بتطلع من الخط صبحي بيطلعها مش عارف الموضوع عمل ولا بجد. خلينا الاول الماتش النهارده، خلينا الاول بالنسبه للمقاولين. بالنسبه للمقاولين انا حاسس ان هو استعجلوا على عوده. فاضل 3 ماتشات قربوه ينهي الدوري وبعد كده اقول له شكرا ويجي الكابتن علاء من اول. يمكن ليهم استراتيجيه ان هو يبني فرقه يعني ممكن. محمد عوده لما مسك مع بعد طارق العشري والكابتن حسن شحاته والفرقه كانت بتهبط وقعدهم، والسنه اللي فاتت قعدهم. بس اقول لك حاجه السنه بس والسنه دي قعدهم هم بعاد او ما اصلا يعني مش ما 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 مش طمعانين في مركز هم بعاد. انا بكلمك فيه بعاد عن الهبوط. ما انا بكلمك فيه فمفروض تكريما انت قاعد عوضة ده كلها 3 ماتشات بالظبط وقول له مع السلامه. هو خرج من الكاس السنه الماتش اللي فات ويعني ده الاسماعيلي ما الاسماعيلي والاسماعيلي كسبان الزمالك احنا هنضحك على بعض واخد بالك بس هي بقى ايه هو طبعا برضه عوضة كان ايه اتجه لشياكه في الفتره الاخيره طقم قبل الماتش وطقم بين التايمين واخد بالك فايه اتجه للشياكه وسابه من الاداره بتاع الفنيه بالنسبه للفرقه ففي ناس بقى ايه شغلها الشغل ازاي يعني ده كده ده دي من الناس من ناس مقربه لا والله العظيم والله ان هو ما بقاش مركز يعني اتجه للشياكه وما بقاش يتكلم وسايب ناس بتتكلم والكلام ده وبقى هو عايز ابو احمد سعيد كابتن احمد سعيد هم قالوا كده يعني انا في ناس قريبه هناك وقالوا لي الكلام ده واخد بالك فانا كان تكريما لعوده اقعد خلاص مش هتفرق فاضل 3 ماتشات وهاتوا من اول السنه كابتن علاء نرجع بقى للكابتن علاء كابتن علاء النهارده ذكي جدا 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 قال لك العب بالناشئين عشان لو خسرت انا بجرب واخد بقى محدش يلومني انا بجرب ناشئين هو عايز اعمل السنه انت فاهمني كسب هتحسب له وهيبقى لعب لعبه قمار زي ما الكتاب بيقول هيقول لك بس ده عوده كان ماسك في الكبار وده جاب لنا اولاد النادي وكسبنا اولاد النادي يعني هتحسب له في كلتا الحالات خسر الناس هتقول لك لا ده اول مره في الحته دي جدا وعلى فكره كابتن علاء نبيل من الناس اللي انا بحبها جدا لان انا اتمرنت تحت ايده لما كان ماسك مع كابتن جاري كابتن محسن صالح كان قبل الكابتن جاري ما يرجع من هو رجع مع الكابتن جاري انما هو كان موجود لما كان الكابتن فانا كنت بقعد معاه على طول وكان على طول بنلعب طاوله جميل جميل كابتن جدا محترم جدا بس انا بقول لك هو اتذاكى والذكاء نفع كيس اتعادل النهارده واخد بالك ومع فرقه زي الزمالك اللي كان فايق كل لعيبته النهارده فحاجه تحسب لعلاء نبيل طيب بالنسبه للزمالك بقى رايك انت كنت رايك في فرقه اتغيرت ولا هي ايه اللي حصل؟ لا ما اتغيرتش بس هي زي ما تقول ايه الغربال الجديد له شده الغربال مع ان في تحفظات على خالد جلال في بعض المراكز بس النهارده تحس ريحه الزمالك من 3 سنين ما حسيتهاش اول مره احسها على الاقل راحوا بتاع 10 15 فرصه راحوا وهو ما عملش لسه حاجه عشان برضه بس برضه مع اللعيبه عندها